تحركات واسعة من قبل الحكومة في الملف الاقتصادي تأمل من خلالها الوصول إلى عتبة الاستقرار المالي وإعادة تفعيل المؤسسات الإرادية في المناطق المحررة في ظل أزمة تكاد تجهز على ما تبقى من اقتصاد البلد بعد عامين من الحرب. البنك المركزي الذي تم نقله للعاصمة المؤقتة عدن في طريقه للعودة للعمل بشكل كامل من هناك بعد نقل معظم عملياته. محافظ البنك منصر القعيطي أكد على تحقيق إدارة البنك خطوات إيجابية نحو مباشرة عملية طباعة أوراق نقدية جديدة وتعويض المخزون النقدي الذي استنفذته سلطة الميليشيا في صنعاء مع الاحتياطي قبل صدور قرار نقل البنك. دفع المرتبات شاملة لجميع الناس أول ما نتمكن من استلام الدفعات الأولى من طباعة الأوراق. وكشف القعيطي في مؤتمر صحفي في مقر البنك بعدن عن جهود حثيثة لمباشرة طباعة الأوراق النقدية وتوفيرها والوفاء بالالتزامات والمستحقات القائمة في موعد أقصاه شهران، حيث ستتوفر الأوراق النقدية وسيفعل دور أجهزة ومؤسسات الدولة لتدفق الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في عدن حسب قوله. وعلى الرغم من أن الشكوك لا تزال تدور حول قدرة الحكومة على بدء نشاط البنك المركزي من عدن نتيجة عدم استكمال نقل جميع أنظمة ووظائف البنك من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلا أن إدارة البنك تؤكد أنها في طريقها لاستكمال كافة الترتيبات لإعادة تشغيل وحدات البنك والعملية المالية والمصرفية بشكل كامل. مصادر مصرفية أوضحت أن معظم أنظمة ووظائف البنك لا تزال تحت سيطرة الميليشيا في صنعاء، ومنها الرقابة على البنوك والصرافة وإدارة الدين العام ونظام إدارة المساعدات الخارجية وإدارة الاحتياطي النقدي بالخارج، وهذا ما يمثل تحديا أمام إدارة البنك الجديدة والحكومة التي تسعى لسحب الملف الاقتصادي من يد سلطة الميليشيا وخنقها اقتصاديا.